في 2009 وانتوا بتلعبوا اسبانيا، في 2009 لعبت منتخب اسبانيا اللي لعبت قدامه في ثالث ورابع الاولمبياد، صح كده؟ صح. هم نفس اللعيبه، نفس اللعيبه، هو نفس الجيل تقريبا، نفس الجيل. رابع 2009 وهو الجيل اللي استمر، 8 لعيبه استمروا لغايه 2021 لغايه اولمبياد طوكيو. الجيل ده شفته ازاي علي؟ جيل قوي جدا، جيل يعني جيل اسبانيا، جيل قوي جدا، كلهم بيلعبوا في انديه كبيره، فطبيعي مع الاستمراريه وانديه كبيره ودوري قوي طبيعي يطلعوا طلعه كويسه جدا. واحنا جينا برضو نفس الكلام بالظبط، اتربيتوا على البطولات، جينا متربع على البطولات، جيل 90 وجيل 88 رابع عالم ورابع عالم، الناس كلها عندها هي هدف واحد بس، البطوله، لو ما خدتش بطوله انت كده يعتبر ما دخلتش بطوله يعتبر. ف دايما احنا بنخش اي بطوله فعلا ما بقاش اللي هو داخلين حاجه مش عارف، حتى زمان لما كنا مثلا بنطلع ال 11 وال 12 وال 13 ما كناش داخلين اللي هو مش عارف اي حاجه مش عارف، احنا داخلين عايزين نكسب. بس فده اللي متربين عليه، ودي الحاجه اللي مخلينا لحد دلوقتي احنا راجعين من الاولمبياد، يعني ناس فرحانه بينا، بس احنا كان نفسنا نعمل حاجه احسن، ناخد ميداليه. فدي الحاجه الصح، لان انت تبقى مش راجع عندك اكتفاء، تبقى راجع عندك طموح اكبر. هي كاس عالم، كاس عالم اللي فات لعبنا ماتش مع الدنمارك تاريخي بصراحه، بس خسرنا، فمحدش جه بعد الماتش خلاص، احنا اكتفينا واحنا عملنا ماتش تاريخي واحسن ماتش في كاس عالم من سنه 1990. حسيتوا بعد ما خسرت من الدنمارك ووصلت لاخر نقطه في الماتش وطلعتوا من الملعب خسرانين؟ احنا طبعا كنا متضايقين جدا جدا جدا، لان احنا عملنا كل حاجه نقدر عليها وكنا شايفين ان احنا ممكن نوصل، بس الماتش ده يعني فعلا ماتش يديك خبره فظيعه، يديك خبره 10 سنين لعب. انت كنت كسبان وبعد كده كنت خسران، وبعد كده لعبت حلو قوي، بعد كده لعبت شويه وحش، بعد كده دخلت جوان حلو قوي، بعد كده اتصدى منك كتير وهم نفس الكلام. فالماتش فيه حاجه انت بتاخدها لو لعبت 3 4 بطولات، بتاخد الاكسبيرينس بتاعتهم، خدتها في ماتش واحد بس، فكان ماتش تاريخي. بس احنا بعد الماتش من كتر ما احنا كنا مدايقين كنا حاطين طموح، احنا لو تفتكر بعد الماتش اي حد كان يتكلم فينا كان يقول هناخد ميداليه اولمبيه، صح دي حقيقه، او هنخش مرابع الذهبي. ده بعد الماتش على طول مباشره، احنا من تاني يوم احنا بنفكر ان احنا نخش مرابع ذهبي في 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 في, في الاولمبياد، وقفلنا على نفسينا وماتشات وديه وتمارين وهدف واضح قدامنا لحد ما وصلنا، عشان كده احنا كان نفسنا ناخد ميداليه. لو قلت لك يا علي النقط المهمه في حياتك او البطولات المهمه في حياتك، اي اهم بطولات اللي انت فيها نقط مضيئه بالنسبه لعلي زين؟ بطوله افريقيا 2011 مع النادي الاهلي في طنجه في المغرب، دي كانت كويس طبعا. فدي كانت بالنسبه لي كانت اول بطوله افريقيا ليا، البطوله دي كانت قويه جدا جدا جدا، كان فيها فرق قويه جدا، كسبنا الفرق، احنا كنت فاكر كنا لعبنا الترجي سيمي فاينل ولعبنا الزمالك فاينل وكسبنا الفرقتين والفرقتين، برغم اصابات كتير كانت عندكم، كان عندنا اصابات وكان عندنا ناس في ماتش الترجي واخدين كروت حمراء، كروت حمراء فاكرهم كويس، ناس كبار يعني فاكرهم كبار وكانوا مؤثرين جدا في الفرقه. فالبطوله دي من احسن البطولات في حياتي، وانا لعبت البطوله دي كمان كويس، يعني انا كنت طالع من البطوله مبسوط جدا 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 ان احنا خدنا بطوله افريقيا، عشان خاطر بقى لها فتره ما دخلش النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بدايه جيل جديد، وفي نفس الوقت كلنا لعبنا حلو، كان جيل لسه 90 و92 دي حقيقه، ف و88 كان بطوله حلوه قوي بالنسبه لي بصراحه. منتخب مصر مع منتخب مصر بطوله افريقيا اللي في مصر، كانت اول بطوله افريقيا ليا خدناها في مصر، دي كانت بالنسبه لي حاجه حلوه جدا ان احنا ناخد بطوله افريقيا الجيل ده ونروح اولمبياد. مش ملاحظ ان كل البطولات اللي انت بتتكلم عليها انا وانت عامل مشترك فيها؟ انت كنت موجود برضه. عارف يعني كل البطولات اللي بتتكلم عليها طنجة كنت موجود ودي كنت موجود برضه، معانا مشترك عشان عارف بس مين بيكسبك، كمل ماشي حلو علينا دايما، ربنا يكرمك يا علي. بس وبعد كده طبعا بطوله افريقيا اللي كانت في تونس دي بالنسبه لي كانت حاجه يعني عظيمه من رائعه، احنا بنلعب بطوله قويه جدا وعلى ارض تونس، والماتش اللي فعلا الناس كلها شافته كانت يعني ماتش لعبناه على اكمل وجه زي ما بنقول، صح. طبعا كاس عالم الدنمارك، كاس عالم مصر. يعني لا في حاجات كتير قوي بصراحه، انا بالنسبه لي ماتشات انت نقط مضيئه كتيره في حياتك بصراحه، في حاجات كتيره في مع انديه مثلا، في خدت بطولات مع فرق يعني كانت بالنسبه لي بطولات حلوه جدا اللي انا اخدها معاهم، يعني
نادي الجزيرة خدت معهم دوري وكاس، كانت أول مرة في تاريخ نادي الجزيرة ياخد دوري وكاس في سنة واحدة. ما شاء الله. كنت مبسوط جدا. نادي الشرق خدت معهم يعني 11 بطولة. 11 بطولة في 12 في 3 مواسم. صح؟ إحنا ما خسرناش ولا بطولة محلية تقريبا. يعني 3 سنين. أعتقد خسرت بطولة آسيا حاجة زي كده مرة. إحنا خدنا ثالث آسيا مرتين. وده يعني كان الشرق كان عنده مشروع لو نوصل المربع الذهبي ونشوف ومش عارف ايه. ثالث اسد ده حلو جدا. خدت معاهم بطوله سوبر بحريني وبطوله خارجيه. كانت كويسه جدا بالنسبه لنا.